عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. زي ما عودناكم يوميا نبدأ أول النهار بحلقة صحية تثقيفية وتوعوية من خلال برنامجكم اليومي، برنامج طلابة ألف. معكم أنا سحر عبد الله، إن شاء الله راح أكون متواصلة معاكم في هذه الساعة. البرنامج اللي بيشمل جميع المواضيع الصحية باستضافة الأطباء المتخصصين في جميع المجالات. بالنسبة لموضوعنا اليوم راح نتكلم عن علاج العصب. فاللي حاب يتواصل معنا عن طريق حسابنا عبر موقع التواصل الاجتماعي التويتر ALIF ALIF FM. وكمان بالنسبة لأرقامنا اللي حاب يرسل رسالة ويسأل أي سؤال يخص موضوعنا لليوم عن طريق الرسالة النصية، مشتركي STC 84-77-0 موبايلي 640-660 وزين 746-262. راح بضيفنا اليوم الدكتور عبد العزيز الفرة، أخصائي علاج جذور. هلا وسهلا فيك دكتور عبد العزيز. يا أهلا وسهلا. كيفك دكتور؟ من زمان عنك. آخر مرة من زمان فعلا. هلا سهلا فيك. دكتور عبد العزيز، يمكن موضوع علاج العصب ما يعني أنا ما أذكر تكلمنا عنه في حلقاتنا قبل كذا، وحتى لو كنا تكلمنا يمكن دائما إحنا نطرق المواضيع نعيدها من جديد بس طريقة مختلفة. في البداية نبغى نعرف الشرح، يعني شكل تشريحي للسن، إيش العصب هذا، وين بالضبط، إيش معناته عصب وإيش يحتوي عليه؟ حقيقة فعلا زي ما قلت بالنسبة لموضوع العصب السن فهو موضوع واسع وبحره كبير يعني. فنبدأ بالتعريف الأساسي له، إيش هو عصب السن؟ يعني كثير بنسمع عن عصب السن، عنده عصب، راح الدكتور سحب عصب، إيش هو العصب؟ العصب عبارة عن النسيج لداخل السنة اللي وظيفته الأساسية إنه يغذي السنة. بمعنى انت شعورك لما تشعري بالبارد او الحار هذا نتيجة لانه العصب بيستجيب تبع السنة، فعلشان كذا بينقل الاحساس الى المخ، فبالتالي من خلاله بتقدر انك تحس بالالام، بتقدر انك تشعري بالشيء اللي بتاكليه، الشيء اللي بتاكليه بتقدر انك تشعري فيه لانه في احساس. زي مثلا ابسطها لك بمثال بسيط، مثلا انت لما تسلم على واحد بيدك ما بتحس انك تسلم بيدك؟ صحيح، يعني هو مركز الاحساس. مركز الاحساس بالسنه، صحيح. حلو. طيب ايش هو يحتوي على ايش يعني العصب؟ هو في اللثه، في السن، هو بيكون، شوفي، هو بيكون مكانه داخل السنه، يعني السنه نفسها مو في اللثه، داخل السنه نفسها. بيحتوي على يعني تقدر تقولي مزيج من الاعصاب، مزيج من البلاد فيزلز اللي هي الأوعية الدموية، الأوعية الليمفاوية. بيحتوي أيضا على الخلايا اللي هي بتعمل المناعة للجسم. أوكي. عبارة عن يعني العصب عبارة عن سيستم متكامل لحاله، يعني سيستم منغلق، سايكلي، منغلق على حالها. وحديثا لعلمك في الطب الحديث اكتشفوا أنه المكان الوحيد في جسم الإنسان اللي موجود فيه الخلايا الجذعية هو عصب الأسنان. يعني عصب الأسنان، يعني الخلايا الجذعية عفوا، بتكون موجودة بالطفل في المشيمة أول ما ينولد، وبعصب السن. فلحد الآن في أبحاث كثير على هذا الموضوع، أنت عارفة موضوع الخلايا الجذعية، موضوع الاستنساخ، وموضوع أنك يعني تقدر تستنسخ أي شيء من ضمن الخلايا الجذعية، فبحر واسع. صحيح، وفي أشياء كثيرة صارت تتعالج. طبعا موضوع الخلايا الجذعية الحين الموضوع تطور أكثر، صار الآن الناس يعني بتصنع عصب، عصب السنة نفسه بوسط خلايا جذعية بتعمل يعني عملية استنساخ وبتبني العصب تاني. بس طبعا لسه التكنولوجيا هذه يعني قدامها سنين حتى توصل، يعني لو طلنا العربي قدامها سنين حتى يعني تزدهر أكثر. صحيح، جميل جدا. طيب دكتور عبد العزيز، يعني طبعا احنا الحين فهمنا ايش أهميته، انه هو مركز الأحساس في السن.
لكن دائما نسمع لا تشيل العصب، انتبه لا تشيل العصب، احسن شيل العصب، ايش هذا؟ وبعدين كيف يتشال؟ يعني يتشال وين يروح يعني دكتور؟ بتشيله بيرمي يعني ولا ايش؟ ايش اللغز هذا يعني؟ يعني خاصة اللي ما يشكي من الآلام هذه يمكن ما يعرفها أو يجهلها يعني. صحيح كلامك صحيح. هو شوفي، هو الموضوع العصب يعني تقدر تقولي موضوع شوي كومبليكيتد. بمعنى أولا إيش الأسباب اللي بتستدعي إنك تشيل العصب فيها؟ لما يكون في بكتيريا دخلت للعصب، يعني زي ما قلت لك قبل شوي، العصب هذا سيستم متكامل، سيستم داخلي مستقل بحد ذاته. فبمعنى إذا دخلت أي بكتيريا لهذا السيستم، فبالتالي حيضطر السيستم هذا إنه يدافع عن نفسه. كيف يدافع عن نفسه؟ إنه يحارب البكتيريا، وبعد نتيجة محاربة البكتيريا ممكن يطلع خراج، ممكن يطلع سيست، ممكن تطلع أبسس، ممكن يطلع كذا مشكلة، ممكن إنها تدمر السنة. هذا في حالة سحب العصب. لكن السؤال هنا متى نسحب العصب؟ وهل كل حالة عفوا دكتور ما فهمت، يعني بيضر لما الواحد يسحب أساس؟ لا لا طبعا ما بيضر. ما بيضر. الأفضل يعني لما يكون في الالتهابات لما يكون في شوف، لما يكون في التهاب، مش التهاب، بكتيريا يعني، والبكتيريا هذه جاية من التسوس. يعني بمعنى إنه البكتيريا تتسوس، نزلت ديب وانسايد، دخلت جوا الجذر تبع السنة. أوكي. فبالتالي الإجراء الوقائي اللي احنا بنتخذه إنه احنا نشيل العصب. ليش؟ لأن احنا لو ما شلنا العصب هيصير في مضاعفات تانية كبيرة. أوكي. لكن مش كل حالة فيها تسوس عميق نشيل فيها ضروري العصب. ضروري تشال. لا لا، لأنه بتختلف هذه من حالة لحالة. بمعنى كيف نقدر نعرف إذا كان العصب مضرر ولا لا؟ يعني في دكاترة ممكن أول ما يفتح السنة يقول لك هذا العصب خلاص يعني صار نيكروسز، يعني التالف مرة تالف. أيوة. طب كيف نعرف هذه؟ في أعراض أولية هي اللي بتبين إذا كان عصب السنة يحتاج لسحب عصب أو يحتاج لعلاج عصب. لأنه في فرق بين سحب العصب وعلاج العصب، هنتطرق كمان شوية لإيش هو علاج العصب، لكن الآن خلينا في سحب العصب. بمعنى أول شيء لو كان الألم ألم جامد، ألم بصحيك من النوم ما تقدر تنام، غير محتمل، غير محتمل الألم، هذا لازم إنك تشيل العصب. ألم من الحار، من البارد، وبعد كده يكون الألم مدته طويلة، يعني مجرد مثلا تشرب فنجان قهوة مثلا أو موية باردة مثلا تلاقي الألم يقعد معك 5-10 دقائق وما في مسكن يستجيب له، فبالتالي هذه الحالة لازم إنه إحنا نشيل العصب فيها. لكن في حالات بنسميها علاج عصب، مو شيل عصب، مو سحب عصب. بمعنى أوكي. تمام، لما يكون عندنا مثلا التسوس عميق تبع السنة بس لسه ما وصل لمرحلة العصب، ولكن قريب من مرحلة العصب وما في الأعراض اللي احنا قلنا عليها اللي هي الألم الغير محتمل. أوكي حلو. ألم بسيط، ألم خفيف، فبهذه الحالة اللي بنعمل علاج عصب. بمعنى بنحط مواد، المواد هذه وظيفتها انها تسكن العصب، ما تخلي التسوس يزيد أكثر من كذا، وبالتالي العصب يستجيب وما نضطر لأنه إحنا نسحب العصب ونحط حشوة عادية. يعني بس تخلي التسوس ما يزيد، ما تعالج بعد الالتهاب. عفواً. يعني بتعالج كمان الالتهاب اللي ساير في طبعاً. في العصب. طبعاً. طبعاً هذا لازم، لأنه لما تيجي تسحب العصب أنت الآن عندك جزء تالف من السنة، والجزء التالف هذا غير قابل للإصلاح، فبالتالي الحل الوحيد اللي ممكن إن إحنا نعمله إنه نشيل العصب، ونشيل العصب ونحط مكانه حشوة. بعدين الحشوة هاي بتفرق، حشوة العصب تفرق عن الحشوة العادية. بمعنى حشوة العصب يعني مكان ما إحنا شلنا سحبنا العصب بنرجع بنحط مكانها حشوة عادية، وبعد كده الحشوة النهائية وانتهى الموضوع على كده. حلو. في تغريدة لفتت نظري من بيش على التويتر، تحياتنا لك. يقول طب إذا كان العصب مسحوب وصار الألم بالسن نفسه، دحين إذا تشال العصب السن خلاص ديكور صار السنة السنة مش كده، يعني إيش هيألم بعد كده؟ ما هذه هي السنة، لما العصب ينسحب منها أوكي السنة خلاص ماتت. بمعنى أنا زي ما قلت لك في الأول،
ايش فايده الاعصاب؟ تقدر تحسي احساس صحيح إحساس يعني يفضل السن كانه في بنج خلاص ما لا مو كانه في بنج السن عادي ولا كانه طبيعي بس اللهم انه حتى انت ما راح تحسي انه في احساس او لا ليش لانه انت عندك كان فوق 30 سنة 32 سنة فلما سنة أو سنتين يكون فيها مصحوب فيها عصب عصب فما راح تحس فيه. طيب عفوا دكتور عبد العزيز بنطلع فاصل إعلاني قصير وبنرجع أكيد نكمل حلقتنا مستمعينا الكرام خليكم معنا. عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. اليوم جالسين نتكلم عن علاج العصب مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز الفرا اخصائي علاج جذور. اللي حاب يتواصل معانا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي حسابنا ALIF FM وحساب الدكتور عبد العزيز عزيز AZIZ_الفرا ALFARA. طيب كنا جالسين نتكلم اذا تشال العصب ايش وضع المنطمن بس على وضع السن يعني ايش حيصير له؟ اولا بالنسبه للسنه ما حيصير فيها شيء يعني ما الشيء الكبير زي بالنسبه للتسوس لما نشيل التسوس ونحط مكانه حشوه دائمه ما راح يصير شيء في السنه لكن في بعض الاحيان بس مو دائما وهذه عليها ابحاث كثيره حقيقه في السنوات الاخيره انه بيسموها البوست اوبرتيف بين يعني الالم ما بعد العصب وهذه بترجع لعوامل عديده في بعض الناس لما يخلصوا علاج عصب يكون معهم ألم لكن مهما كان الألم حيكون أخاف مما لو أجاك فيه يعني مثلا لما حيجيك بألم حيطلع من عندك ممكن الألم أخف شوية هيبدأ تدريجيا لمدة يومين يخف بس مو كل الحالات بس يعني ألم مؤقت يعني مؤقت بعد ما يتشال والألم هذا إيش ميزته أنك أول ما بتاخذي مسكن للألم بيختفي نهائيا خلاص طيب ممكن أحد يسألني طب ليش الألم هذا إيش سبب الألم هذا أقول له السبب شيء من الاثنين يا إما إنه البكتيريا أساساً هي اللي موجودة داخل العصب تمام وأنت نظفتيها فبتاخد وقت عشان تعملها ريبير ثاني حاجة المواد اللي أنت استخدمتيها علشان تقتل البكتيريا سببت إنه كنوع من الحساسية بسيطة وهذه إجراء طبيعي جداً أوكي. عشان كده أي مريض أول ما يخلص جلسة علاج العصب بياخد مسكن وخلص ويريح راسه زي ما بيقولوا من الايش من موضوع الالم هذا كله حلو يعني هو الالم هذا سببه انه البكتيريا تشال يعني في بكتيريا تكون في غير بكتيريا ضاره عملت دمج شوي دمج فالدمج هذا البادي او الجسم جسم الانسان نفسه بيحتاج فتره يومين لثلاث ايام علشان يعمل له ريبير يعمل له هيلينج يعمل له يعني بالعربي انه يعني انه ريبير يعني انه يقدر انه يتفادى تمام حلو فهو بياخذ يومين ثلاثه بس مو كل الحالات وعلى حسب الحاله برضو يعني كل حاله عن حاله تفرق فانا ايش دائما نصيحتي من البدايه الوقايه خير من العلاج طيب هان اجى اول ما يجي لك الم على طول تروح تراجع دكتور العصب تمام لا تخاف دكتور العصب ما راح يشيل لك العصب من اول مره لا الدكتور راح يعالج لك العصب وهذه يعني حابة يعني ألفت انتباه المشاهدين فيها لأن هم بيعتقدوا أنه دكتور العصب وظيفته أنه يشيل العصب وهذا خطأ آخر شيء بنفكر فيه نشيل العصب إحنا في البداية نفكر نعالج العصب نحط عليه مواد نحط عليه نوع من أنواع الحشوات بحيث أنه إحنا نحافظ عليه وبعد كده لو ما نفع الإجراء هذا نضطر أنه إحنا نشيل العصب حلو طب العصب هذا ممكن يعني ممكن انه يموت بدون تدخل الاطباء يعني ممكن العصب يموت بسبب طبعا شده التسوس او الالتهابات طبعا هذا شيء اساسي بعدين خلاص ما اشيل هم يعني ما اروح الدكتور ولا ما لا ما هذه هي المشكله في كذا ليش انت الحين لما يعني نبدا الحاله من اولها اللي راح يجي لاي مريض او اي بني ادم تسوس هيهمل في التسوس، التسوس حيصير تسوس عميق. التسوس العميق حيدخل للعصب. حيصير عنده يعني ألم غير محتمل. ففي هذه الحالة حيكون عنده خيار من الاثنين، يا إنه يراجع طبيب، يا إما إنه يطنش. ويقول إيش أخذ مسكنات وخلاص والموضوع إيه بعدين. لو اضطر إنه كده يعمل، فعلاً بعد فترة الألم اللي عنده حيتوقف. لكن الألم اللي حيتوقف اللي عنده هذا حيكون البلب زي ما بيقولوا بالمصطلح يعني بالعربي إنه
تعفن حصل في العصب، بمعنى انه البكتيريا دخلت وقتلت العصب لكن البكتيريا ما زالت جوا. طيب ولما تكون جوا ايش المشكله؟ طيب انا مو حاسس بالم، لا ممكن المناعه تاعت جسم الانسان طبيعي بتقل وبتزيد على حسب، ممكن مناعه تقل فالبكتيريا هذه تتكاثر ويؤدي الى خراج. يؤدي لانه الجذر نفسه تبع السنه من تاثير البكتيريا والحامضيه تاعت البكتيريا يدوب، فبالتالي لا عصب حينفع ولا اي اجراء تاني حينفع غير الخلع. فعلشان كده هيطر انه فليش فليش ان احنا نستنى لنصل لهذه المرحله. طب عادة بتحصل المشكلة هذه أو التهاب العصب ومشاكل العصب آلام العصب في بس في الجذور طبعا صح؟ طبعا لأنه هي مركز الإحساس. بعدين مو في الأسنان الأمامية. طب ليه كيف الواحد أول ما يشرب بارد أو حار أول ما يحس زي الكهرباء وكذا في أسنان الأمامية ما بيحس بالجذور؟ ما هي لأنه ما هي مركز الإحساس، لكن إنها من وين بتحسي أنت؟ تحسي من فوق، ما بتحسي من داخل السنة إلا إذا كان العصب مدمر. بمعنى إنه لما يكون العصب يعني تقدر تقولي في بكتيريا أو العصب ملتهب، فبالبداية راح تحسي بألم فعلا مع البارد، لكن الألم حيختفي عادة، وراح تحس بالألم فوق في منطقة الأسنان، وبعدين يعني لما تتطور الحالة راح تحس فيها في منطقة الجذر، لكن هذه بتكون في البداية تمام، بتكون إنه التهاب بالعصب. بعد كده بنتقل لمرحلة الأكيوت بالبايتس اللي هي الالتهاب الحاد بالعصب، وهذه الساعة اللي احنا بنقدر إن احنا نشيل فيها العصب، لازم نقدر نشيله ما بنقدر نعمل أي شيء ثاني. جميل، وبتكون صعبة شيلتها؟ شيلته مع التطور الآن صار يعني زمان، طبعا كل حالة بتختلف عن الثانية عشان تكونوا عارفين، لكن زمان كان انه الطبيعي 3-4 جلسات حلو علشان تشيل العصب. حاليا مع التطور بالنسبة للأجهزة اللي دائما بنستخدمها في عيادتي بخلال جلسة واحدة، أغلب الحالات بخلال جلسة واحدة مدة 30 دقيقة تكوني شايلة العصب وعاملة الحشوة ومخلصة كل السنة وروحت على بيتك ولا في ألم ولا في أي شيء. فهذا الجديد. لكن إحنا إيش يعني كيف الإجراء بيصير؟ الإجراء بيصير كالآتي، يعني إحنا بنفتح السنة نشيل التسوس طبعا، لأنه مين اللي سبب إن التهاب العصب؟ التسوس. التسوس والبكتيريا اللي في التسوس. فإحنا إيش بنسوي؟ بنشيلها بأجهزة معينة وبننظفها بمواد يعني زي محاليل، لكن هذه المحاليل مصممة إنها يعني تقتل البكتيريا وتنظف الجذر. وبعد كده خلص موتنا العصب، نحشي حشوة العصب it's fine everything's fine. حلو. دكتور عبد العزيز بيدخل بيتدخل التجميل في الموضوع هذا؟ يعني بعد ما يتشال العصب ما يتشال العصب يتم معالجة التسوس أو الالتهاب، بتحط يعني بتلجأ إلى تلبيسة تجميلية مثلا بحيث أنها تحفظ السن وبعدها ما يعني ما يرجع يلتهب العصب مرة ثانية؟ كويس، سؤالك ممتاز، أنت فتحت موضوع ممتاز جدا. فعلا، لأنه هذه حقيقة. الآن أنت لما تشيل العصب وتشيلي مركز الإحساس تبع السنة واللي بغذي السنة أساسا تمام، اللي زي ما احنا قلنا قبل كده انه بيتكون من اعصاب ومن اوعيه دمويه ومن اوعيه لمفاويه ومن الخلايا المناعيه، فلما تشيلي السنه حتكون بريثل، حتكون يعني ما نقدر نقول عليها هشه بس انه احنا هنقول السنه حتكون ضعيفه. فبالتالي غير انها تكون ضعيفه هذه ناحيه، الناحيه الثانيه اللون تبع السنه يعني هتقدر تقول انه اللون حيصير باهت سنة، يعني هتقدري انك انت تميزي انه هاي السنة ايش بها كذا وهذه الطبيعية. ليش؟ لانه الفيتاليتي تبعتها راحت، ما في حيوية في السنة وما في حياة بالسنة. فبالتالي يعني we recommend انه احنا نعملها تلبيسة بعد ما نخلص لسببين. السبب الاول انه انت تحافظي على قوة السنة نفسها، ان السنة ما تنكسر، لانه بعد كده هتكون معرض انها تنكسر لانه السنة صارت ضعيفة، فانا معرض انها تنكسر. هذا السبب الاول. السبب الثاني بالنسبة للكلر، اللون، علشان تخلي نفس اللون السنة اللي جنبيها، ما صحيح. تكون السنة لونها باهت غير عن الاسنان اللي وراها. وطبعا كل حالة بتختلف عن الثانية، بمعنى يعني في حالات مثلا الضروس الخلفية
لما يكون فتحة العصب صغيرة خلاص ممكن نحط حشوة عادية وبعدين نأجل موضوع التركيبة عليها. أوكي. مع أنه هي الأفضل التركيبة عليها، دايما أنا بنصح بكذا بالتركيبة بعديها على طول. على طول جلسة واحدة يعني بنبدأ فيها هي بجلسة واحدة العصب، لكن بعد كذا بنبدأ بجلسة التركيبة، بتاخد جلسة لجلستين تانيين وبتكون السنة إيش خالصة. فعشان كذا فبعد كذا ما بتقدر انك تفرق السنة، او هذه السنة معمولها عصب او هذه السنة غير معمولها عصب. صحيح، بيكون اللون زي بعض، لون زي بعض ونفسه نفس اللون السنة بالضبط يعني، ونفس الاناتومي التشريح تبع السنة نفسه بالضبط يعني، ما بتقدر انك انت تفرق بين هذه وبين هذه. فعشان كذا فيفضل، لكن انه بعض الاسنان لما يعني نخلص العصب بتكون اساسا جاية مدمرة، بمعنى أصلاً المريض ما جالك إلا وهو خلاص يعني ما هو قادر يتحمل. أيوة. ودائماً متأخر طبعاً. أيوة دائماً بالضبط. وغالباً تلاقي السنة مكسورة أساساً، فبهذه الحالة لازم تعملي له عصب، وإجباري تعملي له يعني تلبيسة أو طربوش على السنة. فهذه هي، وطبعاً الوقاية خير من العلاج دائماً بحكي كده. أكيد ما يحتاج. ذكر حبيبنا المستمعين اللي حاب يتواصل معنا يقدر يتصل علينا، واللي عنده أي سؤال يخص موضوعنا لليوم، اليوم جالسين نتكلم عن علاج العصب، أكيد تقدر تتصل علينا على أرقامنا 012-61-61-100، ومن الرياض على 011-217-85-85. طيب رح نطلع فاصل إعلاني دكتور عبد العزيز، نرجع نكمل حلقتنا اليوم، خليكم معنا. عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم، طبابة ألف مع سحر عبد الله. كملين معاكم حلقتنا لليوم، اليوم موضوعنا عن علاج آلام العصب مع دكتور عبد العزيز الفر، أخصائي علاج جذور. حنبدأ نستقبل اتصالاتكم على أرقامنا 012-61-61-100 و 011-217-85-85. في معنا اتصالين دكتور عبد العزيز، ناخذهم على السريع بدنا نرجع نكمل موضوعنا. في معنا جبريل. ألو. هلا وسهلا. هلا وسهلا اخوي، تفضل. يا هلا فيك، امسي عليكم على الدكتور. يسعد مساك، تفضل اخوي. يا دكتور انا عندي السن سويت حشوه الرصاص وانكسرت مع التلبيس طيب ايوه، وانكسرت الحشوه يمكن يعني بعد 7 شهور. تمام. ليش المشكله يعني ليش انكسرت؟ كل يوم افرش اسناني و في حاجات كثير يعني اللي على الدكتور انا ماشي على اخوي. طيب انت كنت عامل يعني صاحب عصب للسنة ولا بس كان؟ ايوه صاحب عصب. اها اوكي. طيب هذا طبيعي، هذا وارد انه يحصل يعني، لانه لازم كانت السنة تتعمل عليها تلبيسة لانه السنة ضعيفة اساسا، والحشوة قوية هذه صح؟ والحشوة هذه قوية الرصاص بالضبط. حشوة قوية يعني غير حشوات الكومبوزيت، حشوات الكومبوزيت أو الحشوات البيضة فيها نوع من الريزيلينس يعني، فيها نوع من بالعربي يعني في نوع من المرونة مثلا يعني، يعني من نوع انها غير الحشوات الرصاص ثقيل على الضرس. وبعد كده الرصاص ما بتلزق على السن، مو زي الحشوات البيضة بتلزق، هذه ما بتلزق، هذه كأنك جايبة معدن وحطها جوا السنة، فمع اي ضغط مع اي شيء السنة تنكسر. صحيح. فطبيعي. أيوه. هذا يا اخي جبريل، هذا لازم كنت بعديها انك انت تعمل تلبيسة للسنة يفضل في كده. طب الحين ايش يسوي؟ انكسر خلاص الحين حيضطر يركب سن؟ الحين على حسب موضوع الكسر يعني، بمعنى لما انكسرت هل انكسرت السنة كلها، طارت نص السنة ربع السنة، هل ترجع تقييم الدكتور. لكن غالبا الآن محتاج إذا كان علاج العصب سليم محتاج إنك أنت تعمل عليها تلبيسة علشان تحافظ على الجزء الباقي من السنة وترجع شكلها زي ما كانت. أوكي. حلو. طيب ناخذ الاتصال اللي بعده. في معنا عبد الله. ألو. هلا وسهلا فيك أخوي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله، تفضل أخوي سؤالك. سمعت يا أبو الدكتور. تفضل.
الو الو، هلا حياك الله اخ عبد الله. كيف حالك يا دكتور؟ هلا والله حياك الله. يا دكتور انا عندي 2 سن تحت اماميه حلو. تتحرك يعني تحرك ضعيف كذا بسيط، ولا في الم ولا فيها شيء. فهل فيها حل؟ طيب يعني هل في يعني في اي امراض مزمنه؟ سكر ضغط؟ في سكر ضغط. اها تمام. واللثة عندك حتكون نازلة، اللثة ما هي على نفس الليفل، أو مو على نفس هذا نازلة لتحت اللثة، صحيح؟ صحيح، هذه أنا لاحظت هذه بعد. تمام، هذه لازم تهتم بأنك تضبط السكر تبعك، لأن هذه مؤشر إنه السكر عندك غير منتظم، فلازم تخليه منتظم. هذه أول شيء. ثاني حاجة، لو كانت التحرك تبع السنة بسيط بإمكانك إنك أنت تعمل تنظيف لثة مع إنك تضبط السكر ونشوف. ممكن يرجع عادي، صح؟ ممكن لو كانت الحركة بسيطة زي ما هو بيقول، لكن لو كانت الحركة كبيرة فهذه صعب إنها ترجع تاني، فهذه مضطر لإنه إحنا ندخل في يعني خطط علاجية أخرى يعني. لكن أنت ضبط السكر، استعمل مضمضة الفم بغض النظر ايش نوعها، استعمل مضمضة الفم وشوف بعد كده، يعني راقبها لمدة شهر، ما لقيت انه في اي تحسن فيفضل انك انت تراجع الدكتور عشان يتأكد من الحالة بالضبط ايش هي وبس. هذه اكيد من مضاعفات السكر اخوي، لازم تنتبه له، وهذه علامة يعني يعني الاسنان ويمكن بالضبط. اشياء ثانية يعني، فالواحد لازم ينتبه اكيد على السكر وتحليل السكر. ألف سلام عليك أخوي، ما تشوف شر. ناخذ عايض صلي بعده. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا، تفضل أخوي. كيف حالك يا بخير؟ الحمد لله، هلا وسهلا. كيف حالك يا دكتور؟ طيب، هلا حياك الله. يا دكتور أنا عندي اللسان أو الطبق اللي فوق اللي في الفم العلوية كده، تمام أيوة، تنزل منها دم وحس إنه فيها التهاب كده، فيها ألم. انا بصراحه بروح مستشفى بس ما انا عارف فين اروح. الطبقه يعني العلويه، يعني الحين يعني مثلا الطبقه العلويه يعني اللسان ولا اللي فوق سقف الحلق؟ اللي فوق اللسان، اللي هو سقف الحلق، هذا بيسموه اللي هي ايوه سقف الحلق. ايوه صح تمام. في بينزل منه دم ولما اكل اي حاجه كذا يعني مقرمشه ولا شيء يطلع يجيني علم مره قوي. انت متاكد انه من سقف الحلق مو من اللثه؟ ايوه من سقف الفم، من سقف الفم. ايوه من سقف الفم في النص، يعني فوق في النص. متاكد انه في النص اخوي ما هو في اللثه؟ في النص، في النص. ايه طيب انت لما تطلع عليه في المرايه بتلاقيه محمر شيء ولا لونه ابيض؟ أيوه. ولا ايش لونه؟ ايوه لونه كذا محمر شويه، وفي لون وردي كذا. تمام. المشكله يا دكتور انه يعني عباره عن، خليني افهم بس، عباره عن عن, عن بقعه بيضاء، أو عفوا بقعة حمراء يعني بقعة، ولا السقف الحلق كامل؟ يعني ممكن توضح أكثر؟ لا سقف الحلق كامل في ألم لما أكل. في ألم؟ طيب أيوه. ولكن ما هي واللسان ماله؟ تفضل. واللسان فيه زي تجرحات كذا بس ما حسبها يعني كثير، بس باينة كذا لما نطلع كذا نشوفه. هي واضحة الحالة على حسب الوصف؟ يعني تقريبا يعني، بس إنه لازم هذه تشير فيها دكتور أسنان عشان يشوف هالك الحالة بعينه أحسن، يعني غير ما بالوصف أكيد، غير بالوصف. لأنه على وصفك أنت هتدخل في يعني في شيء ثاني مرة، تمام؟ فأنا ما أبغى أدخل في الشيء هذا، فيعني صحيح ما نبغى نخوفه يعني. فعشان كذا فلازم الحالة أشوفها تمام كلينيكال في العيادة، ويعني بعد كذا نقرر إيش الموضوع. صحيح دكتور، زي ما قلنا قبل كذا انه في يعني اوقات الشخص يشتكي من الم، بيكون الم في مكان ثاني ما يكون عارف، يعني ممكن يكون مشكله في اللثه وهو يفكرها في الطبيعي هذا. ايوه طبيعي. يعني ما يعرف، يمكن فالاحسن انه اكيد لازم يزور اي طبيب عشان يتاكد. يعطيك العافيه اخوي. ناخذ الاتصال اللي بعده. في معانا ابو سعود. الو ابو سعود، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا اخوي، تفضل. يجيب الخير استاذ، سعد مساك. هلا وغلا، تفضل. ممكن الدكتور لو تكرمتي؟ تفضل. حياك الله، تفضل حبيبي. كيف حالك يا دكتور؟ الله يخليك، الله يخليك. ما ادري بخصوص الضروس العلويه،
تمام. ساعات التسوس طبعا تكسر هذه، هل لها علاج او ممكن تحط حشوه مكان الكسر؟ طبعا الدروس، دروس او الاسنان يعني بمختلف يعني انواعها سواء اماميه او خلفيه، لو انكسرت تعالج، بتعالج بحشوات، حشوات دائمة على حسب الكسر. إذا الكسر بسيط بحشوات، كسر يعني كبير ممكن تركيبة. تمام. لو الكسر شامل منطقة العصب يبقى بنعمل عصب وبعد كده بنحط بعديها اللي هي الحشوات العادية أو التركيبة، يعني على حسب السنة. بس إجمالا يس، يعني بتقدر إنك أنت تشتيها. يعطيك العافية أخوي. ناخذ عبد الله معنا. عبد الله الان. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا، تفضل. حياكم الله، كيفكم؟ طيبين؟ بخير الحمد لله اخوي، تفضل. ابشر الدكتور بالله. تفضل حبيبي، تفضل. يا دكتور معلش، عندي انا عندي ضرس هنا في مشكله. فمحفور هو في حفره كبيره كذا لا تحت، فاهم؟ فكل ما اكل شيء يجيني الم وحساسيه، مثل المستمع اللي قدامي يجيني بعض الاحيان دم، ما أدري من فين، من جوا الحلقة ولا من السن. فثاني شيء، هل بيأثر الألم هذا في الأعصاب؟ لأنه دائما أحس إني صداع، فاهم، فراش يعني. هو أوكي، هو شوف، هو الألم تبع العصب بسبب صداع طبعا، هذا شيء وارد منه. بس إنه يعني إذا كانت الحفرة كبيرة وإنك تحس بألم مع الحار مع البارد وألم لا يحتمل، فهذا غالبا عصب عندك، لازم تشيل العصب. يعني لازم تشيل العصب، حتى الحفرة هذه لو ما كانت عصب لازم انك انت تشيل التسوس على الاقل، تشيل التسوس علشان لا تشعر بالاعراض هذه. بالنسبة للدم اللي بينزل عندك، انا اتوقع انه من اللثة، اللثة عندك ضعيفة، يبغالك تنظيف لثة وبعد كده مضمضة، وبعد ديها باسبوعين بتتحسن. بس انه على كل الاحوال لازم تراجع دكتور علشان يا يشيل لك عصب او اذا يحط لك حشوه فقط، او انه يعمل لك تنظيف للثه وتنتهي مشكلتك كلها. الصداع منه، صداع الراس منه؟ الصداع طبعا لو كان على عصب وفي الم عندك فبسبب لك صداع طبيعي اكيد. دكتور، طب لما يجي دكتور ويخير المريض، احيانا يقول له اخلع، تبغاني اخلع لك الضرس او اشيل العصب؟ صحيح، هذه كثير، هذه بنسمعها هذه من طيب المرضى. ايش ليه يعني السؤال هذا كثير بينقال؟ او يعني هو في معقوله يكون في خيارين يعني قدامه؟ شوف يعني 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 اقدر اقول لك يعني كل واحد تخصصه، يعني بمعنى يعني انا بتخصصي ما بفكر نهائيا بالخلع نهائيا، هذا بيكون عندي الخيار يعني الاخير مره، ما في حل، لازم انقذ السنه، وما في، لازم يكون في حل للسنة، لازم السنة، سواء علاج عصب، سواء 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 مليون ألف علاج، لو ما نفعت كلها وفشلت ساعتها بنضطر إن إحنا نخلع السنة. في بعض الدكاترة ممكن إنه يشوف السنة مثلاً، ما تقدر تقولي مثلاً إنه السنة الكسر تاعها عميق، إنه حتى لو عملنا لها عصب ما راح تعيش السنة، فبالتالي إنه ممكن إنه هو يخلعها ويحط بعديها إمبلانت أو زراعة للسنة. تمام، في بعض الدكاترة كذا بيكون وجهة نظرهم، وبرضه وجهة نظرهم صحيحة يعني، بس برضه على حسب الحالة. يعني بمعنى طبعا كل ما كان طبيعي كل ما كان أحسن، يعني السنة اللي معمولها عصب سنة طبيعية طبعا أكيد أحسن من الزراعة، مع أنه الزراعة نسبة النجاح فيها عالية جدا، عالية جدا يعني، وتكاد تكون يعني ممكن 100% يعني كويسة. حلو. فبس فبناء على كذا هذا هو الموضوع. جميل جدا، يعطيك العافية دكتور عبد العزيز. في مشاركة على التويتر، تحياتنا لك عدنان عبد الهادي آدم. يقول ولد عمي لسه عنده ملتهبة وعنده خراج في سنه وما يقدر ياكل، عمره 3 سنوات، وحط الصورة دكتور عبد العزيز تقدر تشوفها هنا من السكرين، هو مصور الولد، مصور فمه. أوكي. يعني ما أعرف، واضحة يعني تقدر أنك تعرف إيش المشكلة عن طريق الصورة هذه على التويتر. طبعا حسابنا ALIF ALIF FM. هو حقيقة أنا استغربت أنه عشان عمره 3 سنين، يعني هذا أسنان لسه أسنان البيضوية اللي لسه ما طاحت يعني. الحالة مش غريبة شوية؟ لا لا بالعكس، الحالة ما فيها شيء، الحالة هذه بس أنه
انه لازم ياخذ صوره اشعه صغيره للسنه، لانه هذه الـ 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 الورم اللي عنده حاجه من شايفه ورمه في اللثه حاجه من الاثنين، يا انه السنه الدائمه بدات تطلع. بس هو كم قلت لي عمره؟ 3 سنين. 3 سنين؟ لا، هذا بيكون انه السنه نفسها اللبنيه اللي عنده صار فيها نوع من التعفن، فلازم السنه هذه تنشال. اوكي، لازم تنشال وينحط حافظ مسافه عشان يحفظ المسافه لها وبس، وياخذ مضاد، بس المضاد حسب عمره حسب وزنه، لكل طفل مضاد. بس لازم نراجع الدكتور فيها، لانه غالبا راح يضطر انه يشيل السنه اللبنيه فيها. وما يقلق، بسيطه يعني، اغلب الاطفال كذا يعني بتجيهم هذه الحالات. انت عارفين الحلويات، الاكل، الغذاء، خاصه اذا الاهل ما اهتموا بنظافه الاسنان. هذا اهم شيء، هذا اهم شيء. صحيح، يعطيك العافيه. فاصل اعلاني وبنرجع نستقبل المزيد من اتصالاتكم. عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم، طبابة ألف مع سحر عبد الله. في باقي معانا شوية وقت إن نستقبل مزيد من اتصالاتكم على 0-1-2-61-61-100، ومن الرياض على 0-1-1-217-85-85. اليوم جالسين نتكلم عن علاج العصب مع دكتور عبد العزيز الفرة، أخصائي علاج جذور. اللي حاب يتواصل معاه عن طريق حسابه على التويتر عزيز اندرسكور الفرة. طيب ناخذ وجدي اتصال معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا، تفضل اخوي. معليش اختي، بس حبيت اقول للدكتور حاجه يعني. حبيبي تفضل، حياك. دكتور انا يعني طالب طب اسنان ودحين مرحله الامتحان، بس في حالة صعبت علينا فحبيت أسألك فيها. إيه طبعا، تفضل حبيبي. دحين جاتنا حالة فيها بريبس الأبسس. أوكي. واختلفنا إحنا الاثنين إنه نعمل لها درينكي ولا نمشي على أنتي بيوتيك. وفي ناس قالوا كده وفي ناس قالوا كده، فأنت إيش رأيك؟ والله يعني فعلا كلامك صحيح، لأنه هي مدرستين يعني. هذه برضه عشان أحب برضه أستاذ مشاهدين يعني يعرفوها، هذه الخراج نفسه تمام، إنك هل إنك تصف الخراج أو ما تصف الخراج. في مدرستين يعني، عارف مدرسة الجراحة ومدرسة الاندودونتست اللي هم زينا تمام؟ تمام. طبعا على حسب الحالة، بس أنا مع ضمن اللي هي المدرسة اللي بتقول لك إنه إحنا ما نصفي جراحيا، لا نصفي عن طريق السنة نفسها. بس هياخد وقت أطول يعني؟ لا ما هياخد وقت أكثر. لا ما هياخد وقت أكثر. ليش؟ لأن أنت لما تيجي تصف السنة، أنت لما تيجي بتفتح العصاب وتحط الفايل، بتعمل اوفر اكستندد علشان الباص كله ينزل عن طريق الجذر. ممكن، بس ممكن الجذر يكون يعني زي الحاله اللي جاتنا كانت مور كالسيفايد، كان اللي نور الجذر. اها، يعني اذا كان الجذر صعبة. مو اذا كان الجذر مسدود كالسيفيكيشن او غيره، هذه الحاله لازم تعمل درينج من برا يعني. إيه لازم انك انت تصفيه جراحي، لان شوف الاساس عندك تصفيه من الجذر. لو لقيت اي معوق مثلا كالسيفيكيشن، لقيت انه نفسها السنة في كيرف، السنة الجذر تاعها ملوي تمام، هذيك الساعة مضطر انك انت تصفيه من برا وبرضه تمشيه على الانتبيوتك. في حالة كان عنده فيشيال اسيمتري يا دكتور، يعني مرة كانت المنفوخة بجهة معينة وكنت انا بقول لهم على اساس انه نعمل له درينج يعني من برا، لا لكن هو بيقولوا لا اول شيء نمشيه على الانتبيوتك. مندبلر فراكشر لو كملت لا ما بيحصل له. ليش؟ لانه شوف انت الدرينج اللي دي مواصفات عشان تعمل له درينج او تصفي الخراج، لازم يكون لوكالايزد، يعني انه يعني ما هي الحاله لازم تكون في عيني. شوف هو موضوع طول شرحه تمام، فحديك رقم تاخذه من الان حي. خليك معانا على خليك معانا على الخط اخوي، وتواصل معنا. ايوه خليك معانا. بيفضل في حيرة دائما. صحيح، زي ما قلت مدرستين، فالواحد يروح للي يشوفه المقتنع فيها، المدرسة المقتنع فيها، لأن كله صح يعني، كله صح بالأول وبالآخر. وبعدين يعني كل حالة بتختلف عن الثانية،
كل حالة معطياتها بتختلف عن الثانية. حلو، حناخذ آخر اتصال معانا لليوم. طيب معانا عهد. ألو يا عهد. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور، هلا وسهلا، تفضلي أختي. ممكن أسأل الدكتور؟ إيه تفضلي. إيه تفضلي. الله يسعدك. دكتور، التلبيسة الشفافية إذا ركبتها يعني هل أتابع معها يعني كل شهر؟ عفواً، التلبيسة إيش؟ التلبيسة حق الأسنان الشفافية. الشفافية؟ أيوه. يعني هل أتابع معها يعني كيف أتابع معها وتتغير يعني بين فترة وفترة، هل تتغير بين فترة وفترة؟ بس أنا يمكن أنا في لخبطة شوية، قصدك تلبيسة على إيش بالضبط؟ يعني السنة نفسها عملتي فيها تلبيسة لون نفس لون السنة ولا إيش؟ مش فاهم. لا، تلبيسة الأسنان بالكامل، يعني يلبس أسنان شفاف. التلبيس الشفاف اللي هو قصدك التقويم الشفاف؟ إيوه. التقويم الشفاف اللي هو متحرك. إيه. هذا تمام، بتحطيه وبعد فترة، هذا بعد فترة بعد شهر شهرين بتشيليه. شيلينه. لا، هذا ايش سؤالك؟ طيب فهمت انا عليك، ايش سؤالك؟ اسناني شفافه. عفوا اختي عهد، يقطع كثير الخط. ايش قلتي عيد السؤال. التلبيسه الشفافه. ايوه عرفنا. طب تمام. السؤال ايش فيها التلبيسه؟ يعني ايش فيها؟ الو. للأسف يقطع صوتها، ما هو واضح أصلا، بس يمكن قصده أنه التقويم الشفاف. هذا أنه التقويم الشفاف كل فترة يمكن بتبدل، كل شهر لازم أنها تبدله، ولازم تلتزم مع الدكتور تبع التقويم. يمكن تقصد متى ركبت ومتى تغير أو شيء. هذا يعني دكتور التقويم أكثر هو اللي بيقدر يحدد لها، أنه متهيألي بيكون هو ليهم سكادجول معين، أنه كل شهر لازم تروح تعمل واحدة جديدة أو كل شهر، يعني حسب الدكتور ما يقول نفسه إيش الحالة. جميل جدا، هذا كان آخر اتصال معانا لليوم. شكرا لك دكتور عبد العزيز، يعطيك ألف عافية. الله يحييك. جدا حلقة رائعة وموضوع حلو، يعني حقيقي استفدنا منه كثير. نتمنى الكل يكون استفاد من المعلومات هذه ومن الحلقة، واللي حاب يسمعها كمان يلقاها بكرة على اليوتيوب إن شاء الله، واللي حاب يتواصل كمان مع دكتور عبد العزيز على جواله عن طريق الواتساب على 0548-78-13 0548-78-13. طبعا انتهت حلقتنا لليوم، كان معنا الدكتور عبد العزيز الفرا، اخصائي علاج جذور. بكره ان شاء الله حلقه جديده ومع ضيف جديد اكيد، زي ما عودناكم الساعه 1 الساعه 2. راح اترككم الان وارجع لكم من جديد في برنامج فيتامين مع زميلي فادي الشهري. امان الله.